السلام عليكم ورحمة الله. بعد زمان موسى بقرون عديدة تغير بنو إسرائيل، فضل منهم فريق وانحرفوا عن الطريق، بل وعبد بعضهم الأصنام، فخذلهم الله سبحانه وتعالى، وسلط عليهم الأعداء والجبابرة والعماليق، فطردوهم من ديارهم، واحتلوا أرضهم، واستحلوا أموالهم، وسبوا نساءهم وأبناءهم، بل وسلبوا ما هو أعظم، سلبوا التابوت الذي فيه السكينة، والذي كان يقدم في كل حرب، وكان فيه بقايا ألواح موسى وآثار من موسى وهارون. فاجتمع الوجهاء والأشراف من بني إسرائيل يبحثون عن مخرج من هذا الضيق، ونزل قول الله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من والله عليم بالظالمين. فقال لهم نبيهم: سوف أسأل الله تعالى أن يختار لكم ملكا تقاتلون تحت رايته في سبيل الله، ترى على من وقع الاختيار. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وقال لهم نبيهم: إن الله قد أرسل إليكم طالوت ملكا إجابة لطلبكم، يقودكم لقتال عدوكم. فكان هذا تعيينا من الله عز وجل، واجب فيه الانقياد والقبول وعدم الاعتراض. ولم يكن طالوت من علية القوم ومن أعيان بني إسرائيل، بل كان من عامة بني إسرائيل، كان رجلا دباغا، ولكنه كان رجلا ذو علم وذو رأي، رجلا مهيب، وكان أطول من كل أحد. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال كبراء بني إسرائيل: كيف يكون طالوت ملكا علينا وهو لا يستحق ذلك؟ لأنه ليس من سبط الملوك ولا من بيت النبوة. وجرت العادة في بني إسرائيل أن يكون الملوك من نسل يهوذا ابن يعقوب، وأن يكون الأنبياء من نسل لاوى ابن يعقوب، وكان طالوت من نسل بنيامين ابن يعقوب. تعالت أصوات الملأ من بني إسرائيل وقالوا معترضين ومنكرين ومتعجبين: كيف يكون له الملك علينا ونحن أشرف منه نسبا؟ وفضلا عن ذلك فهو فقير لا يملك مالا، فكيف يكون له الملك علينا؟ ظنوا أن الملك يجب أن يكون بالحسب والنسب والمال، وهذا ظن فاسد. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قال لهم نبيهم: إن الله اختاره ملكا عليكم، وهو سبحانه أعلم بأمور عباده، وزاده وفضله عليكم
بسعة في العلم وقوة في الجسم، فوجب عليكم الانقياد والإذعان والطاعة، وأن يكون طالوت ملكا عليكم. والله يؤتي ملكه من يشاء. والله مالك الملك، يعطي ملكه من يشاء من عباده لحكمة يعلمها ولا نعلمها، يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله واسع عليم. والله واسع الفضل والعطاء، كثير الكرم، لا يخص برحمته وبره العام أحدا على أحد، ولكنه مع ذلك عليم بحقائق الأمور، لا يخفى عليه شيء، عليم بما كان وبما يكون، وعليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. ودعونا الآن نتأمل ما في تلك الآية الكريمة من فوائد ونستفيد منها. المعايير الصحيحة للاختيار هي العلم والكفاءة والقدرات، وليس الحسب والنسب والمال. اختيار الله مقدم على اختيار البشر. حكم الله دائما هو الخير المطلق، ليس بعد قول الله قول. العلم مقدم على ما سواه. والله يؤتي ملكه من يشاء، فاطمئن وارضى بنصيبك. وأخيرا، هناك طريقين: طريق الكبر الذي سلكه إبليس وأعوانه، وطريق التواضع الذي سلكه المؤمنون. قال إبليس: أنا خير منه. وقال الملأ من بني إسرائيل: أنى يكون له الملك؟ أما المؤمنون فقالوا: سمعنا وأطعنا. فأي الطريقين سوف تختار؟ جزاكم الله خيرا.